عقد مجلس بلدي الشمالية جلسته الاعتيادية صباح اليوم، والتي ناقش فيها عددا من المواضيع الخدمية. من جانب آخر، توافق المجلس على استملاك أرض بمنطقة البديع وتحويلها إلى مشروع إسكاني. عبر مجلس بلدي الشمالية عن بالغ شكره لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على تفضله بإصدار توجيهاته السامية بتوظيف موظفي العقود لما لهذا القرار من دور كبير في نفوس هذه الفئة. طبعا باسم أعضاء مجلس بلدي المحافظة الشمالية نتوجه بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على قرار تثبيت الموظفين المؤقتين وموظفات تمكين في المجلس البلدي بالشمالية وبلدية المنطقة الشمالية. طبعا هذا القرار راح يكون له انعكاس كبير على أداء الموظفين. من جانب آخر، شدد المجلس على ضرورة الإسراع في إطلاق جهاز الرقابة والتفتيش من قبل الجهاز التنفيذي لحملة تفتيشية على الإعلانات التجارية في الشوارع، على أن تكون هذه الحملة شاملة لكافة مواد القانون الخاص باللوحات والإعلانات التجارية. طبعا اليوم تقدمنا اليوم في مقترح في اجتماع الجلسة الاعتيادية، مقترح إلى البلدية الشمالية بالالتزام بالمادة رقم 2 من قانون المخالفات في البلديات والإعلانات التجارية والغير تجارية. طبعا تكون حملة تفتيش على الإعلانات المخالفة للتجارية سواء التجارة غير التجارية، ومع التركيز على الجوانب القانونية حسب المواد الموجودة، التزام باللغة العربية في الإعلانات، وإذا كانت هناك أي إعلانات باللغة الأجنبية يضاف لها طبعا بالإضافة للغة العربية مع إلزام تواجد اللغة العربية، وأيضا من بعضها التزام بعدم وضع الإعلانات على دور العبادة والمباني والمنشآت المؤسسية والحكومية والجهات الخدمية والبلدية. فنطالب يعني البلدية بالقيام بحملة تفتيش واسعة على هذا الإعلانات. وناقش أعضاء المجلس فكرة استملاك أرض بمنطقة البديع وتحويلها إلى مشروع إسكاني يخدم أهالي المنطقة بالدرجة الأولى، خصوصا وأنه قريب من بقية المشاريع الإسكانية في الشمالية. يعتبر العقار امتداد لمدينة البديع في شمال البديع ومحاذي البيوت الإسكان الموجودة حاليا وبقرب أيضا من المدينة الشمالية. الأرض ملك خاص ولكن أرض كبيرة، فنحن اليوم طلبنا على أساس أصدرنا قرار باستملاك هذه الأرض لكي تستفيدوا منها أهالي البديع كبيوت للإسكان، لأن نظرا لكثرة طلبات الإسكان الموجودة. طبعا هذا الطلب يعني أتى من قبل الأهالي ونحن اليوم ممثلين للأهالي وللناس، فرفعنا هذا القرار ونتمنى إن شاء الله من الوزارة المعنية بأن تستملك هذه الأرض لكي تصبح إن شاء الله بيوت إسكان في المستقبل لأهالي البديع. وبعد ذلك تطرق المجلس إلى آخر المستجدات في موضوع التصويت في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس البلدي، مطالبا برفع مقترحه إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب، كما توافق على إعادة تشكيل اللجان الداخلية واختيار رؤسائها وأعضائها، بالإضافة إلى التوافق على تغيير تصنيف بعض العقارات بما يحقق المزيد من الارتقاء في المنطقة. خول الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.